السلام عليكم مشتركي قناتنا الأعزاء، شكرا لدعمكم لقناتينا الأولى والثانية، وهذه دعوة لكل زائر جديد بأن يدعمنا بالاشتراك وتفعيل الجرس وضغط لايك لكل فيديو حتى يدعمنا على الاستمرار بتقديم كل ما هو نادر. شكرا جزيلا. علي صادق. أعزائي المشاهدين، وبيسعدنا أن نلتقي مع الكاتب الكبير الذي صاغ رأفة الهجان. بيسعدنا أن نلتقي مع الأستاذ الكاتب الكبير الأستاذ صالح مرسي. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك يا منور. أستاذ صالح، بداية نعرف قصة حضرتك مع رأفة الهجان، بدايتها كانت إزاي؟ هي طبعا هي قصة مشوقة جدا، وفي نفس الوقت مليانة حاجات ظريفة خالص، لكن هي البداية عندما قدم لي أحد رجال المخابرات المصرية وصديق أعتز بيه جدا، وطبعا من المستحيل إن حد يعرف اسمه بكل أسف، إنما أنا يمكن بنتهز الفرصة دي عشان أشكره لأنه قدم لي الدوسيه وألحف إن أنا أقرأ، وأنا كنت خارج لسه من كتابة الحفار وكنت تعبان قوي ومش عايز أقرأ حاجة ومش عايز أشتغل، ففضل البداء بشديد جدا وبصبر شديد جدا يلح ان انا اقرا رأفة الهجان، يعني الورق اللي مكتوب فيه اللي هو كتبه في الاصل عزيز الجبالي. كنتش اعرف عزيز الجبالي خالص وقتها ولا عمري كنت شفته على الاطلاق. الاول مسكت الورق ولما رجعت البيت ببص لقيت قدامي طبعا كنز من وانا عايز اغيظ عزيز الجبالي شويه واقول ان الورق كان اسلوبه ركيك وتقرير كاتبه ظابط مخابرات وحاجات كده، لكن عشان كده ادى لحضرتك تصيغه بقى كتابه يعني. لا الحقيقه هو طبعا كان يعني مثير لدرجه ان انا كنت قاعد ابكي وانا بقرا، وحسيت ان انا قدام هو لانه ظابط مخابرات فكان بيداري كل الحاجات الامنيه، ما قالش حاجة أمنية أبدا، بس أنا كنت فاهم ورا ده إيه. فالحقيقة حسيت إن قدام كنز يعني مش عادي. لما قلت لصديقي الضابط ده إن أنا ده ممكن إن أنا أكتب رأفة الهجان، كان لابد إن أنا ألتقي بعزيز الجبالي. والتقيت بعزيز الجبالي، التقيت بعزيز الجبالي في حد ذاته كان حدوتة غريبة جدا. لأن عزيز الجبالي راجل ظابط مخابرات ومسألة بالنسبة له واخده شكل صارم جدا، وانا هعمل ايه؟ ورفض بالنسبه له زي ابنه، عاش معاه 20 سنه بيشوفه بياكل وبيشرب مش بيشوف يعني وراه، يعني خايف عليه بيحرص عليه، اخباره ايه؟ عمل ايه؟ راح فين؟ جه منين؟ وبعدين انا هاخده منه، بدل ما يبقى اسمه رأفت عزيز الجبالي هيبقى اسمه رأفت صالح مرسي. كانت معركة الحقيقة صعبة جدا، وبدأت أكتب من اللحظة دي رأفة الهجان، بس بعد معركة نحكيها في برنامج تاني. طب أستاذ صالح، إحنا قرينا في صفحات الجرايد يمكن بعد الحلقة العاشرة أو الـ12 أثناء عرض المسلسل إن حضرتك كان ليك بعض الاعتراضات أو الملاحظات على الحلقات، يا ريت حضرتك تقولها لنا بقى دلوقتي أو نتكلم عنها. يعني يمكن تكون دي فرصة كويسة قوي مدام غادة إن أنا أوضح وجهة نظري اللي بقى البعض فهمها غلط وحاول يصطادوا في الماء العكر. مفيش أدنى شك إن الأستاذ يحيى العالمي مخرج كبير، ومش أنا بس اللي هشهد له النهاردة، بده أعماله كلها تشهد بده. مفيش أدنى شك إن الأستاذ يحيى العالمي تعب كتير جدا في الشغل، وانا شفته في اواخر كان مش تعبان بس كان مجهد، كان اكزوست تماما، متاسف يعني مستهلك تمام. انا سر ثورتي ولا زلت بقول ان انا سائر حتى الان انه ما سافروش يصوروا المناظر الخارجيه في الداخل. ما يهمنيش هنا مساله الوقت من عدم، لان ما كانش يعنيني ان احنا نعرض في رمضان. ان يعنيني حاجه واحده، ان بطل زي رأفة الهجان لا يجب ابدا مهما كانت الظروف المحيطه ومهما كانت الظروف، حتى لو ما فيش فلوس نخلق الفلوس عشان نسافر ونصور في الاماكن الطبيعيه. اللي من الممكن ان اولا ده القصه دي بتوصف في علم المخابرات بالخدمه السريه، الخدمه السريه دي كلها في الخارج، مش ما فيش بلد بتشتغل خدمه سريه جوه بقى امن قومي، انما الخدمه السريه يعني بره مصر على طول. بعدين رأفت الهجان لظروف خاصه كان عايش بره، مش بس بعد ما اشتغل مع المخابرات المصريه، قبل ما يشتغل مع المخابرات المصريه فكان لازم ده يبان كله بشكل واضح جدا، وكان لازم التصوير. وانا بعتقد
ان ولعلمك بقى الكلام ده دفاع عن يحيى العالمي مش هجوم عليه، لان طبعا هتفرق كتير قوي لما يحيى يصور بره عما تتم المسائل زي ما تمت من اوضه لاوضه بالشكل ده. هو بالتاكيد التصوير الخارجي كمان هيدي حيويه اكتر للعمل. مش بس حيويه، انا ما بصورش خارجي عشان الناس تتفسح حقيقي، لا انا بصور بطلب تصوير خارجي ان ده في عظم القصه، في لحم القصه نفسها، في تكوين العمل الفني نفسه. يعني انا اذكر ان كان في قاعده في مكتب السيد الوزير، والسيد حسين عنان كان موجود وبيقول لي يعني احنا خايفين من السفر بره، يبقى يعني يعمل يعني الفسحه زي ما هم اتعودوا. فانا قلت انا ما بكتبش ده ومش في دماغي ده ومش هيكون في دماغي ده. السفر بره لوظيفه دراميه صحيح ممكن تنشال، بس تنشال بحالها فتعمل فقر شديد جدا في الحلقات، وده اللي انا شفته الحقيقه. هو كان في نقطه تانية فندم، هي مساله الفلاش باك اللي هو ان كان البطل رأفت الهجان بيتذكر اثناء سرد الحديث، يعني كان في اثنين فلاش باك داخلين في بعض، هل ده كان مقصود؟ بالتاكيد انا قاصد ده لسبب بسيط جدا. اولا الفلاش باك هو الطريقه الصعبه، الطريقه يعني المتعبه والمرهقه جدا في الكتابة، ولكن سرد القصة بشكل طبيعي جدا دي طريقة سهلة قوي اللي تخلي المتفرج زي ما هو متعود، هو قاعد يتفرج كده قوم ياخد بعضه وقوم يعمل كوباية شاي ويرجع لها الأحداث زي ما هي، والناس قاعدين في نفس الأوضة بيقولوا نفس الكلام وحاجات بالشكل ده. أنا لما أكون أقص قصة رأفت الهجان بأي معنى من المعاني، ولكني أمام مسؤولية تاريخية ألقيت على عاتقي وأنا بكتب قصة زي ده، هي كان لابد أن أنا أقص قصة وطن. هو قصة رأفت الهجان لحظها الحسن انها مرتبطة ارتباط وثيق جدا ببناء جهاز المخابرات المصري. بناء جهاز المخابرات المصري ملتصق التصاق وثيق جدا بمرحلة تاريخية شديدة الأهمية، هي مرحلة ثورة 23 يوليو في مصر. عشان احكي قصة رأفت الهجان كما ينبغي لابد ان ابدأ البداية الآتية. كيف انتهى؟ انتهى رأفت الهجان زي ما كنا شفنا كلنا مليونير، هو في الأصل صعلوك. أستاذ صالح أنا سمعت إن حضرتك بتنادي بعمل تمثال لرأفت الهجان. أنا مش بنادي، أنا يمكن القناة الثالثة كانت من الذكاء بحيث إنها خطفت الميكروفون من كل الأماكن اللي بتحاول. أنا بنادي بأن يتبرع الشعب المصري ولو كل فرد فيه بقرش ساغ لعمل نصب تذكاري لرأفت الهجان أو تمثال إذا أمكن. ودي مسألة تعود إلى ما توديش طبعا، تعود إلى أصحاب الأمر في الموضوع ده. على الأقل نصب تذكاري يوضع في أي ميدان من ميادين القاهرة الصغيرة أو الكبيرة تخليدا لذكرى بطل أمضى حياته وضيعها بالكامل عشان خاطر وطن، عشان يحمينا ويحمي أعراضنا ويحمي بيوتنا ويحمي حياتنا ويقدم للوطن ما لم يقدمه بطل مثله. أستاذ صالح احنا بنشكرك جدا على هذا اللقاء، وبنتمنى ان حضرتك تكتب بقية الأجزاء على مهل عشان بعد كده ما نتكلم عن الجودة، ما تقولش حضرتك انه في الوقت كان ضيق واحنا في انتظار الأجزاء الثانية من رأفت الهجان. انا اللي بشكر القناة الثالثة لتشريفها ليا، وانا بعتذر لكم ان انا ما اقدرش اسجل معاكم في النادي، ان كنت بالفعل في حالة من الإرهاق لم تكن تسمح لي بالبقاء ولو 10 دقائق بعد الندوة، لأن كان الحماس الرهيب وبلادي بلادي أخذت مني كتير قوي. وكتر خيركم كلكم، وأشكر القناة الثالثة مرة تانية.